أربعة مرشحين يتنافسون في الانتخابات الإيرانية، أبرزهم الرئيس الحالي حسن روحاني وإبراهيم رئيسي المقرب من المرشد الأعلى. تفاصيل أكثر عن المرشحين للرئاسة الإيرانية مع الزميلة نوران عطلة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بين عمامتين يختار الإيرانيون رئيسهم القادم، حتى وإن احتوت قائمة المتنافسين في ماراثون الانتخابات الرئاسية في إيران على أربعة مرشحين، وهم إبراهيم رئيسي وهو سادن العتبة الرضوية المقدسة، المؤسسة الخيرية الأكثر ثراء في العالم الإسلامي والمنظمة المسؤولة عن أكثر أضرحة إيران قدسية. حسن روحاني هو الرئيس الإيراني الحالي للبلاد منذ عام 2013، مصطفى مير سليم وهو وزير الثقافة الإيراني الأسبق، ومصطفى هاشمي طبا وزير الصناعة الإيراني الأسبق. ورغم تعدد المرشحين إلا أن المنافسة تنحصر في العمامة البيضاء التي يعتمرها الرئيس الحالي حسن روحاني المدعوم من الإصلاحيين والمعتدلين، والعمامة السوداء التي يعتمرها المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي والمدعوم من التيارات المتشددة في البلاد، والتي هي بدورها مدعومة من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي، وذلك في ظل ضعف القاعدة الشعبية للمرشحين الآخرين وهما مصطفى مير سليم ومصطفى هاشمي طبا. نذهب إلى حسن روحاني، حيث ولد عام 1948، حصل على البكالوريوس في القانون في عام 1972، ثم انتقل إلى الخارج لإكمال دراسته، حيث حصل على الماجستير والدكتوراه عامي في 95 و99. وفي عام 2003 تولى روحاني مسؤولية الملف النووي بطلب من الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، يلقب بالشيخ الدبلوماسي، وهو اللقب الذي أعطي لروحاني بسبب دوره في المفاوضات النووية. هو عالم الدين الوحيد في الفريق النووي الإيراني حتى اليوم. شارك في إعادة تنظيم الجيش الإيراني بعد الثورة، وانتخب سنة 1980 عضوا في مجلس الشورى، وظل في البرلمان الإيراني لخمس ولايات متتالية، وعين مستشارا للرئيسين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي للأمن القومي لمدة 13 عاما قبل أن يصبح رئيسا لإيران منذ عام 2013. أما نذهب بعد ذلك لإبراهيم رئيسي، ولد عام 1960 في حي نوغان بمدينة مشهد، وعين في النيابة العامة عام 1980 في مدينة كرج غربي طهران، ومن ثم أصبح مدعيا عاما في كرج في العام ذاته. وفي عام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام في طهران، وتم تعيين آية الله رئيسي في منصب المدعي العام في طهران، وبقي في هذا المنصب منذ عام 1989 حتى عام 1994، ومن ثم تولى منصب رئيس دائرة التفتيش العامة في إيران، وبقي حتى عام 2004. كان آية الله رئيسي منذ عام 2004 حتى 2014 هو المساعد الأول لرئيس السلطة القضائية، ومنذ عام 2014 حتى عام 2016 تولى منصب المدعي العام في إيران، ويشغل حاليا منصب سادن العتبة الرضوية المقدسة، المؤسسة الخيرية الأكثر ثراء في العالم الإسلامي والمنظمة المسؤولة عن أكثر أضرحة إيران قدسية كما ذكرنا. يدخل المرشحان روحاني ورئيسي الانتخابات بشعارات انتخابية براقة، فوعد روحاني الناخبين الإيرانيين برفع كامل العقوبات التي وقعت على بلاده بسبب البرنامج النووي الإيراني، وذلك من خلال المزيد من الانفتاح على العالم واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، فيما أطلق رئيسي شعار تشكيل حكومة العمل والكرامة وتوفير فرص العمل للشباب ومكافحة الفساد من أجل اقتصاد مزدهر.